السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. اول حاجه قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم، بنشكركم واحد بواحد، كل واحد بالاسم ديالو، على التعاليق ديالكم الزوينه، على التشجيع ديالكم، على الاعجاب ديالكم، على التفاعل كذلك ديالكم. كلمه شكر قليله في حقكم صراحة، فرحتوني بالتعاليق ديالكم، فرحتوني بالتفاعل، الحمد لله فرحت اللي عجبكم المحتوى ديال القناة ولقيتوا أنها قناة مفيدة، الحمد لله هذا هو المبتغى ديالي. وكان وعدكم كي قلت لكم إن شاء الله فيديوهات أخرين جاية متنوعة، غادي تلقاو فيها وصفات، هتلقاو فيها أفكار جديدة سواء ديال التنظيم أو لا ديال التنظيف. غنبارطاجي معكم كذلك افكار اقتصاديه. على ذكر الافكار الاقتصاديه، شحال من واحد كيسولني على تشيز كيك ديال الاوريو، واش نقدروا شي طريقه اخرى انه يكون سهل. انا ديجا عندي البنات في القناه ساهل غيب الحليب والنشا، يعني راه كيف ما كنبارطاجي معكم دي غوسيت اللي كيكونوا اساسيين، يعني ضروري من المواد شويه كتكون زايده في الثمن، كنبارطاجي معكم كذلك دي غوسيت اللي كيكونوا في المتناول. فيديو اليوم ان شاء الله هذا بلاكار كنت ديجا بارطاجيته معكم قبل، غنخلي لكم لو ليان في لا بار دانفو، هتشوفوه كي كان قبل ودابا بدلتو. اول حاجه بدلتها هي داك الشوفو، كان عندي شوفو الاول صراحه الكاليتي كان ما عندي ما نقول، ولكن الغلط اللي درت هو انني في داك الفوق كنت سديتو، الشيء اللي خلاه تزمت ودغيا دوك الفليكسيبل اولا داك التيو اللي كيدوز الماء من الحيط للشوفو دغيا صدى ليا بحكم الزمت. دابا فاش درت هاد الشوفو جديد اضطريت انني نقطع البلاكار من الفوق باش كيبقى يتهوى منه، واستغليت هذيك البلاصه درت فيها دوك البلاطوات ودوك لي بلا اللي ما لقيتش فين نديرو. حل البلاكار هو هذا، راكم كتعرفوا، جري عليا نجري عليك، كتكوني زربانه هزي هادي، هزيتي لي بات سالاو، هز كنهز من البلاصه فين كان ستوكي ما كنردش نعمر القرعه. المهم جيت بما انه لخر الشهر غادي نبغي نتقدى ان شاء الله من بعد، قلت نبدا بهذا البلاكار هو الاول، وفعلا هذاك الشيء اللي درت وريتكم الحاله ديالو. هنايا دوك القراعي اللي خصني نعمرهم، هذوك داك الشيء اللي محطوط حداهم كله خصو يتعمر في القراعي، مازال ما عمرتوش. هذيك الطاجيره الثانيه كندير فيها نورمالمون ستوك. قبل ما نخوي غندوز نصوب المحلول باش غادي ننظف، هذا هو تقريبا كنستعملو في كل شيء. اول حاجه كاس ديال الماء كنغليه مزيان وعاد تنخليه حتى يبرد، كناخذ منه كاس، نفس الكاس باش عبرت غادي ندير كاس ديال الخل الابيض، الا لقيتو ديال التنظيف كان احسن، ما لقيتوش ديرو هذا. من بعد غادي ناخذ زيت اساسي، خذوا اللي عجبكم، انا هنا استعملت ديال الخزامه تقريبا هندير 20 قطره، لقيتو نتوما ديال شجره الشاي حتى هو مزيان، ولكن انا احسن واحد هو ديال الحامض تيخلي ريحه زوينه، سينو حتى ديال الخزامه راه اصلا الخزامه معقمه. نخلط كل شيء وهالمحلول عندي واجد، هذا تقدروا تستعملوه في اي حاجه الا الرخام، نعاود نذكر وناكد عليها، الرخام والجرانيت بعدو منه الخل. صافي غادي نجي غادي نبدا نخوي في البلاكار، غنحيد كل شيء داكشي اللي عندي. كيف ما كتشوفوا البلاكار ديجا انا دايره فيه داك البلاستيك، من بعد غنوري لكم باش هكا كنحمي البلاكار ديالي من داك الخديش، وهذا تيبقى عندي العود مزيان. نحاول نفرغ كل شيء، وانا كنفرغ حتى في الحطه ملي كنحط فوق الطبله كنحاول انني نحط هذاك الشيء مفرق، بحال مثلا القراعي مجموعين في واحد الجهه، المواد اللي انا حيدت من البلاكار وخصني نجمع وخصني ردهم للقراعي حطيتهم في جهه، مواد اللي ديجا عندي الدوبل فيها وغادي غير تستوكا حتى تخصني نحطها في جهه، ماشي نرون داكشي فاش نجي بين رد ما نعرف هادي من هادي ونزيد عليا الخدمه. انا كنخوي وميمتو انا ترتب حتى صافي حتى نحيد عند المواد اللي عندي كامله، وديك الساعة عاد غادي ندوز باش ننظف البلاكار. اول حاجة غادي نأسبيري داك الفتات اللي تيطيح، بحال كتلقاو اتاي، تقدروا تلقاو سكر، روز، بات، اي حاجة. وكيف ما كتشوفوا كاينه واحد البودر بيضاء
ملي حيدت هذاك البلاستيك غادي تبان لكم نورمالمون. هذيك الدواء اولا داك البرودوي اللي كنستعمل خاص ديال النمل دابا نبارطاجيه معكم، هذاك زوين. انا هاد القضيه كنديرها، هو راه سام خطير ولكن انا كنحميه بداك البلاستيك من الفوق، يعني ما كيكونش الكونتاكت ما بين المواد الغذائيه اللي عندي مع داك الدواء. الا ما درتش هكا كونوا على يقين غنلقى هاد البلاكار عامر بالنمل، حيت عندي مشكل النمل. ما خليت لي برودوي اللي جربت كان الحل الوحيد اولا البرودوي الوحيد اللي جاب لي نتيجه هو هذاك البودر، مع العلم انها رخيصه في الثمن ما ظنيتش غادي تكون عندها فعاليه. صافي تنحاول ناسبيري هو الاول، صافي حيد هذاك الدواء لان بطبيعه الحال غادي يكون برد حيت المده هذه هي مديوره. وكنجي كنبدا نرش البرودوي، هو نورمالمون يستحسن ان البرودوي ترشوه في الطرشون عاد تمسحو به، لان تيقول لك دي كونسي بالنسبه لهذا الخشب هذا باش تبقى ترشو، ولكن مره ماشي مشكل. المهم صافي كنبدا كناخد الطرشون، بطبيعه الحال الطرشون يكون نقي ويكون رطب، ضروري يكون رطب داك الميكروفايبر. هما من الاحسن، انا بالمناسبه كنستعمل ديال بيم، صراحه هما لي زوينين. عندكم ديال بيم وديال بريكوما، هادو من احسن لي طرشون ميكروفايبر اللي جربت. ديال بيم كيبقاو حتى رابور كاليتي بري تيبقاو ارخص، هادي المهم غير بين قوسين. المهم كنستمر كنمسح لي بلاكار كاملين تنتاكد ان ما بقاتش حتى شي طاش، وصدقوني واحد الريحه غزاله. الناس اللي عندهم مشكل ديال الخل راه فاش كديروا زيت الاساسي راه ما تتبقاش ديك الريحه قصحه ديال الخل، كونوا على يقين هذا هو الدور ديالو ملي تنضيفوه. كذلك كيعطي واحد الريحه زوينه او ميم طون تيعقم، خصوصا شجره الشاي والخزامه راه معقم زوين بحال البلايص اللي كيكون عندكم فيهم لي باكتيري بزاف د الحوايج. من بعد شفتوني شنو درت، خديت بابي ابسوربون اولا هذاك الورق ودرتو مسحت، عاود تاكد انني مسحت به. وهذا هو البرودوي اللي كندير ديال النمل، كنحاول هكا كنشتتو غير شويه هكا في الجناب تقريبا صافي. وكنجي كناخذ هذاك البلاستيك من بعد ما اكيد كنكون مسحتو ديال ايكيا، كنمسح من الفوق لان تيكون فيه حتى شويه ديال الفتات صافي، وتنجي تردو بلاصتو. هذه الطريقه كنديرها البلاكار كامل، يعني حتى الطبقه الاخرى راه من بعد غادي تشوفوا شنو عندي فيهم صافي. وكنحاول هكا نفيكسي انا هذوك فاش محطوط داك الخشب نورمالمون فيهم واحد الدخيلات هما اللي كيشدوا ليا هذاك البابي. وهكا شفتوا الطريقه باش كنحط ملي كنخوي البلاكار، فاش كنحط كل حاجه كنحطها في بلاصه مجموعه باش هكا كيسهل عليا وكنعرف القراعي اللي خصني نعمر والبرودوي اللي خصهم يعمروا ليا كل شيء. البلاكار نورمالمون انتما كيف ما كيبان لكم عندي فيه ثلاثة ديال الطاجيرات، هذاك لتحت لي في الرخام هذاك غير ديك البودر ديال النمل ما تديوش عليها. المهم كي قلت لكم عندي ثلاثة الطاجيرات، الطاجيره التحتانيه بقات كبيره بزاف. الحل اللي لقيت هو انني خصني نزيد الطاجيره، بطبيعه الحال عبرت. لافونتاج هو الشركه فاش كانوا جابوا هذا البلاكار ركبوه كان خلى لي دوك التقيبات بحال شكل ديال ايكيا، كتلقاهم في لي بلاكار ديال ايكيا. وهادوك اللي كنحطوا عليهم الخشبه ديال الطاجيره نورمالمون كيتحيدوا كتركبوهم كيفين ما بغيتوا. عبرت تلاقيت الا طلعت الطاجيره شويه الفوق ما غاديش تشكل لي اشكال، غيجيوني دوك القريعات صافي. فكرت انني نطلع هادي شويه تبقى التحتانيه حتى هي اكيد نفس الحاجه اللي درت ليها، حتى هي طلعتها شويه. ودائما كنعبر قبل ما ندير هاد الخطوه، عبرت هو الاول لانني فكرت في هاد القضيه وعبرت وجربت وعلمت بالستيلو. عاد كومونديت طاجيره في الشركه، هذا هو الشكل ديال هادوك اللعيبات اللي كيشدوا ليا ديك الخشبه باش كندير طاجيره واحده اخرى. شفتوا انتما نفس الشيء غادي نديروا لتحت دوك التقيبات، راه عندي كثار في البلاكار صافي. هكا ربحت اسباس اخر وصراحه نفعني، اي بلاصه اي رونجمون عندكم راه تينفع. تما اللي كتشوفوا البنات هذيك هي فين عندي الحصار ديال الدار كامل، تما فين مجموع جاني مورا البلاكار، داكشي علاش اضطروا انهم يقطعوا البلاكار ويديروا ليا فيه ديك الغطاه ديال البواطه من تما باش حتى الا كانت شي حاجه، حيت كيف ما كتعرفوا هاد البلاكارات كيكونوا مفيكسين.
ايوا صافي هنايا كنحاول كنتاكد انني سديت دوك التقيبات الاخرين باش كنخاف لي يدخل ليا فيهم النمل اللي ربي العش ديالو ولا شي حاجه. وغادي نجي غادي نبدا نركب الطاجيرات وهانتوما غادي تشوفوا انني ربحت طبقه اخرى ولا جهه اخرى اللي غادي تساعدني وغادي تعاونني انني ننظم بزاف ديال الحوايج. نفس الحاجه درتها حتى في واحد البلاكار اخر عندي داك اللي جا في الكوان جا شوكه كيجي على شكل ال حتى هو كانت عندي فيه غير جوج طبقات وانا نزيد فيه طبقه اخرى غير هكا بالعبار. وهانتوما شوفوا ولا البلاكار تيبان اكبر دابا من درت ليه هكا ولا تيبان حتى في الكبر عاطي بزاف. غادي ندوز دابا باش نعمر القريعات. اول حاجه بديت بها هنايا كان عندي شويه ديال سنيده نضفطها للبلاصه اللي عمرتها كنحاول نمسحها ونحطها جانبا. كنتاكد من القريعات كلشي شنو خصني شنو اللي عندي في ستوك والقريعات اللي فيهم شويه كنزيد عليهم القريعات اللي خاويين والحاجه اللي عندي مبديه وخصها تحيد من البلاستيكه ديالها ولا من اللومبالاج ديالها. كنتاكد كنجي كنعمرها في القريعه هكا وكنستمر ومنها تنعرف حتى شنو عندي واللي ما عندي. بالنسبه للحوايج اللي كيكون عندي منهم شويه كنجي وقبل ما نضيف عليهم الحاجه الاخرى كنجي نحيد داك القديم هو الاول او اللي كنستعمل هو الاول وكنجي كنخوي الحاجه الجديده بحال هنايا الدقيق نخوي هذا الجديد هو الاول عاد غادي نضيف عليه الشيء الاخر القديم باش هكا يجيني من الفوق ونستعمله. الحاجه اللي ما كنتش كندير في الاول كنت كنخلي القديم لتحت كنجي كنخوي عليه الجديد وكان ديفواك دغيا كتخسر ليا الحاجه وما كنتش عارفه المشكل مناش. النهار اللي بديت كنجرب هذه الطريقه هذه فعلا الحاجه ولات كتطول معايا اكثر. بالنسبه للقطاني الناس اللي ما عندهمش اسباس فين غادي يحطوهم او حتى الدقيق راه ممكن انكم تحتفظوا فيه في الثلاجه راه تيبقى معكم مده طويله بلا كونجيلاتور. حتى صراحه حتى الكونجيلاتور كيحافظ على القطاني ولكن حتى الثلاجه عن تجربه جربتها البنات في الدقيق في شحال من حاجه كيبقى عندي مده اطول. بالنسبه للقطاني ملي كنحطهم في البلاكار انا عندي داك البلاكار بعيد على السخونيه بعيد على الطياب وكندير قراعي ديال الزاج دونك ما كيكونش عندي هذاك المشكل نهائيا ديال انهم كيفسدوا دغيا. العكس كيبقاو عندي مده طويله وكيتبقى الكاليتي ديالهم زوينه. مع العلم انني كنضيف اضافات اشنو كندير كندير الملحه الحيه هي كيبان لكم ماشي مدقوقه كنخليها هكاك حجر كبير كنضيفها على القطاني على الحاجه اللي عرفتها انها تخسر كلهم وكنضيف كذلك اوراق سيدنا موسى. صراحه هاد الحوايج هادو هما الوحيدين اللي جربت من خلال بزاف ديال الطرق اللي شفت حتى حاجه ما حافظت لي على القطاني مده اطول الا هاد القضيه هادي اللي هي ديال الملحه الحيه هكا ما مطحونه ما والو ورقه سيدنا موسى عفوا. صافي دابا كندوز كنرد كل حاجه بلاصتها وانتم شفتوا يعني واخا عليت هذيك الطاجيره شويه بقى لي سباس. راه ما درتش هذه الخطوه هذه حتى عبرت وجربت انني نحط هكا القراعي لان ديجا هاد لي زيطاجي اختي تحولوا صراحه وجاوني مزيانين. وجربت حتى انني ناخذ القراعي من البلاكار وما كانش اشكال نهائيا كنت كنقدر انني ناخذ كل شيء. صافي دابا اللي مسحتها كنردها بلاصتها اللي مسحتها كنردها بلاصتها هكذا باش هكا كنضمن انني ما نهزش الفرتيت ديال السكر ولا شي حاجه وسطق جاي النمل ولا شي حشره اخرى. سورتو دابا هاد الوقت انا بعدا ما عرفتش واش حتى نتوما بحالي هاد الوقت بالضبط لاحظت واحد الهجوم كبير بزاف ديال النمل داكشي علاش بديت هكا كنحاول بحال واحد الميناج خفيف شويه باش هكذا كنحيد اي حاجه ممكن تخلي النمل يتجمع. ما كتبتش الصراحه في لي بواط صافي حيت عارفه كل حاجه فين كاينه غير كنحاول هكا نشا كنبعدو شويه على كريم باتيسيير سكر كلاصي حتى هو باش هكذا كل حاجه تتبان ليا. ديجا دابا صافي راه وليت حافظه كل قرعه فين كاينه وكل قرعه اشنو فيها. ودابا هاد المواد الغذائيه كاملها اللي بقات عرفتها انها ستوك اللي عندي في الدار يعني صافي القراعي اللي بيعمرو عمرو ستوك الساشيات اللي فيهم شويه صافي راه رديتهم مع اختهم في سميتو. كندوز هنايا كنضف هاد
هاد لي بواط هادو ديال ايكيا غزالين، هما رخاص هادو معلتين، غير شي 17 ولا 16 درهم، ولكن تينفعوا صراحة، عاونوني بزاف في البلاكار. هنايا كنحاول هاد الرونجمون هذا ندير فيه كل ما هو عنده علاقة بهكا بلي بات والطون، كيف ما شفتوا راه كان باش هكا حتى في التقديه، ملي كنجي نتقدى غير من هنايا كنعرف بلاصه لي بات، عارفه شنو خاص فيها، بلاصه اخرى كندير فيها الحوايج مثلا بحال المعلبات بحال الحوايج ديال الحلويات، مع العلم انني عندي بلاكر اخر خاص بمواد الحلويات من بعد ان شاء الله وغادي نبارطاجي معكم. وانا تنحيد صراحه نخوي هو الاول باش نطفو، مع العلم انه منضاف ما بطاش كاع الحال باش غسلته، دونك ما كيلاش نعاود نغسلو. ملي كنجي كنرد المواد الاخرين لبلاصتهم اكيد كنتبه على التواريخ، راكم عارفين بحال مثلا خصوصا هاد العلب هادو ديال شانتي ولاموس والكلاص كناخذهم بصفه متكرره، فاش كتكونوا خدامين كتكونوا كتزربوا، يعني ما غاديش نرد البال انا شكون الاول شكون القديم شكون اللي عندي لا دات ديالو قرب يسالي، فهاك يقدر يكون عندكم شي حاجه بيريمي. داكشي علاش كنجي كنفيريفي هو الاول، ياك ما عندي شي حاجه قربت بيريما، ولكن الحمد لله لقيت تقريبا كل شيء هادشي في 2023، دونك راه مازال قدامهم الوقت صافي. وكنحاول هكا انت اللي لقيتها في لادات قربت بيريما كنحاولها كنديرها لقدام باش منين نجي نبي نجبد نستعمل هذيك اللي لقدام هي الاولى. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الحوايج اللي عندي كاملين. وصراحه شحال من حاجه تلقيت راسي تلقيتها كاينه عندي وانا عند بالي راه ما كايناش، ولقيت راسي مقيداها في لا ليست ديال المواد اللي خاصه. بالمناسبه هاد لاصوص هادي ابيس غزاله، من احسن لي صوص الطوماط اللي كاينين في السوق. هاد كنور هذا ما فهمتش انا علاش كنشري، مع العلم ما كنستعملوش، فيما مشيت كنلقى راسي جايبه واحد جوج، جمعت عندي تما واحد العرام. هاد اتاي البنات جربوه سميتو البطراء، جابتو ليا هذا صاحبتي من الصحراء، غزال بزاف شكراتو ليا وفعلا زوين زوين بزاف. صافي الفوق دايره المواد ديال التغذيه، لتحت منهم جيت هكا درت ستوك، كيجيني هكا كلشي قريب، يعني مواد التغذيه معزولين في بلاصه وحده اخرى وحده زعما. وتحت منهم جيت درت هاد لي بواط هادو اللي فيهم نقدر نقول لكم النص ديال لي زاباغاي اللي عندي، قوت لي زاباغاي والاكثريه ما تنستعملهمش، خصني عندي هنايا وعندي جوج بلاكارات اخرين عامرين بالمواد ديال بهاد لي ماشين هادو. صراحه خصني نجلس ليهم حتى هما واحد النهار وندير لهم شي تخميله نشوف لي بات تحيد نحيدها. واللي ربحت صراحه اللي ربحت هي هاد الطاجره التحتانيه، درت فيها هكا الخضره البطاطا والبصله، هادو هما الحوايج اللي ما كنديرش في الثلاجه. وانتم شوفوا الشكل ديال البلاكار صراحه تغير كبير كبير بزاف، ولا هز ليا اكثر. نورمالمون الغلط اللي كنت كندير في الاول كنت كنجيب الدقيق ديال 5 كيلو، اكثر كنهير تيخسر ليا وكنت ضايعه فيه، والخضره كنت دايرها في بلاكار واحد اخر. دابا وليت كنجيب باكيه ديال الكيلو اون فوا تيخصني كنمشي كنزيدو، صافي هذا هو الحل اللي لقيت واللي ناسبني صراحه واللي كان احسن. وهذا هو الشكل ديال البلاكار النهائي حاليا. انا هاد الترتيب هذا اللي درت صراحه عجبني بزاف، واكثر حاجه عجبتني هي هذيك لي طاجيغ اللي زدت احسن حاجه. صافي من بعد ما نظفت البلاكار من الداخل واستفدت كل شيء، غادي نجي صافي غادي ندير التنظيف النهائي هو انني نظفو من برا. وهاد البرودوي البنات اللي عطيتكم راه حتى هذوك لي بواني صراحه نقيهم مزيان، كانت فيهم شي طاش، بعض الخطرات كيكونوا فيه شي نقاطي بحال غيبدا يصدي، غير ديروها ليهم البنات راه تيحيدهم زوين زوين زوين. هذاك البرودوي انا تنستعملو صراحه في كل شيء، تنقي به كاع لي سيرفاس اللي عندي في الدار، كنمسح به السوارت ديال الضو لي بواني كاع لي سيرفاس اللي عندي في الدار، كي قلت لكم ابار الرخام والجرانيت هو فاش ما تستعملوش نهائيا. تقدروا ديروه هكا تنطفو به الزاج، تنطفو به لافابو ديالكم لان معقم راه فيه غير الماء والخل، ودك الزيت الاساسي حتى هو راه كيف ما كيضيف ريحه كيضيف كذلك حتى التعقيم على المكان اللي نطفطو به. المهم متعدد هذا البرودوي متعدد الاستعمال.
ان شاء الله غادي نديرو هكا بحال شكل ديال سلسلة، كل مرة غادي نضفو بلاصة وغادي ننظموها، وهكذا غادي نقترح عليكم انا بعض الافكار او لا بعض المنظمات اللي كنستعمل اللي كيعاونوني وكيسهلوا عليا لورغانيزاسيون ديال داك لي سباس. بالنسبة لهاد العلاقة او لهاد الحامل ديال المناديل، هذا خديته في مرجان داير جو بونس 30 درهم. الفكرة الاولى هي انكم تعلقوا في شي طاجرة من الفوق بحال هكذا، وتستغلوا هذاك ليسباس بحال اللي كيكون اللي عندي انا دابا كيبقى خاوي، ديروا فيه هذاك بابي ابسوربون ولا بابي الومنيوم ولا الفيلم اليمونتير، او لا تعلقوه بحال كي درت انا هكا في الباب. وهذه هي الفكره صراحه اللي جاتني انا اسهل وانسب، حتى الا جيت ناخذ شي جزء من البابي ما نخافش انني نهرس شي حاجه او لا نضرب شي قرعه طيح. الفكره الثانيه هو انني خديت هذا الغونجمون هذا اللي نورمالمون الدور ديالو هو كيدار في لي بلاكا هكا كديروا فيه مواد تنظيف ولا هذا، انا درتو لي سيرفييت حيت ديجا عندي المشكل ديال لي سيرفييت، كنت دايرهم في المجوره، المجوره استغليتهم لفكره اخرى، دونك البلاصه اللي كانوا فيها ما بقاتش، ففكرت ما خليت فين درتهم والو، ديما مشتتين درتهم في بلاكار مع ما عندرت لهم باني ديالهم بوحدها والو. وجاتني هاد الفكره صراحة قلت نجربها والحمد لله صدقت ليا، جاتني في ليسباس في البلاصة اللي غادي نديرها، جات يعني كيتسد البلاكار عادي، خديت هكا لي سيرفييت كنطويهم على شكل طولي كيف ما شفتو. انا درت هادي معكم، راه هو نورمالمون غيهز كتر، وهاد البلاصة انا عندي يتعلقوا فيها حتى جوج ديال لي باني، دونك هذا حل اللي والمني الصراحه. وهانتوما شفتوا انا كنحاول كنصور لكم انه ملي كيتسد راه ما تيقيس حتى شي حاجه وتيبقى شوفوا بعيد عليه، ما نكذبش عليكم عرفتي والبنات، ملي جربت هذه الفكره هذه ولقيتها صدقات ليا ديال الباني والله الا فرحت، حيت كان عندي هذا المشكل فين غادي نغونجي هذوك لي سيرفييت، لدرجه اني اضطريت انني نسمح في واحد الكميه ديال لي سيرفييت باش تبقى عندي كميه قليله باش نلقى فين غادي نغونجيوهم. داكشي علاش بحال هاد الافكار هادو كنحاول انني نبارطاجيهم معكم، ان اكيد كيف ما نفعوني انا غادي ينفعوكم نتوما. هذا هو البابي او هذاك البلاستيك اللي انا دايره في البلاكار، هانتوما وريتو لكم ديال ايكيا، وريت لكم كذلك القياس ديالو، راه تيجي فيه 50 سنتيم تقريبا في العرض ديالو، سميتو فاريرا بالنسبه للناس اللي غادي يقلبوا عليه في السيت اولا. كتجي واحد الجهه ملسه هي نورمالمون اللي كندير لتحت، واحد الجهه كتجي فيها بحال الحبيبات، هادو هما اللي تيخليو لا القرعي ولا اي حاجه حطيتوها ما تتزلقش، و تيحافظوا صراحه زوينين، تيحافظوا على لي بلاكار ديالكم. ايوا صافي، دابا من بعد ما ساليت دزت هكا ندير واحد بلا هكا خفيف ديما تنبارطاجيه معكم، هو تاكوس، والتاكوس هنايا غادي نديرو بلي نوغيتس، شي غندير ليه صوص الجيريان، شي غادي ندير ليه هكا، بناتي انا ما تيبغيوش الحار غادي ندير لهم الكيتشوب، نورمالمون كندير صوص تشيزي ديال الفرماج كتجي غزاله بزاف، ولكن ما بقاتش عندي داكشي علاش صافي لاخر الشهر وليت دايره واحد الكونسيبت لاخر الشهر ما بقيتش نشري الحاجه، غادي ندي باني بهداكشي اللي كاين عندي صافي، ما كاينلاش داك باش نحاول نكونسومي الحاجه، ومره اخرى كنقول عاوتاني غادي نبدل، كل مره كنحاول نبدل السيستم تنطيح على الفكره اللي غادي تمشيني في الشهر ونعرف راسي كيفاش نتصرف، كنحاول واحد البيجي ما نفوتوش، لان دائما تنقولها لكم انا مازال ما تنعرفش شنو يسر راسي في التقضيه، مازال عندي داك المشكل، انا كل مره كنحاول حاجه الشهر صراحه ما خرجتنيش الفكره اللي عندي، هي انني نبقى نتقدم من سيمانه لسيمانه، واخا هي متعبه نوعا ما ولكن نحاول نجربها.
بالنسبة لهاد الوصفات البنات راه ماشي معتمدين عندي يوميا، راه كنحاول هكا غير مرة في السيمانة كنخرجوا على المألوف وكنديروا هكا وجبات واخا ما تيكونوا صحيين، غير هو كتبغي ترضي النفس ديالك اكيد مرة مرة كتشهي بحال هاد الحوايج. ففاش كنبارطاجي معكم مثلا بحال هادشي مرة في السيمانة، فهذا ما تيعنيش ان هاد الاكلات او هاد الاكلات راهم عندي بشكل يومي. صافي كيف ما شفتو كندير لاصوص فريت، الكارنيتور اللي عندي كي قلت لكم انا دايره النوغيت الفرماج من الفوق وكنسد وكنبريسي. صافي كانت هذه هي الطبيله ديالنا ديال اليوم، بلا خفيف ظريف ديال الزربه واخا ماشي صحي نهائيا. قدمتو اليوم هكا مع كويس المناضه، كنت غير انا وبناتي ودرت لهم داكشي اللي بقى الفريته وحطيته. صافي خفن زربه اللي خلاوها. انا غادي نقول لكم بسلام عليكم، خليت لكم راحه البال، في امان الله، وشكرا لكم مره اخرى على تشجيعاتكم وتعاليقكم واللايكات ديالكم. السلام عليكم.